لله الذي أكرمنا بنبي يعلم مكارم الأخلاق ويهدي إلى الإله الخلاق، ونسأله أن يصلي ويسلم على هذا النبي المصطفى أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه من أهل مودته وحبه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن رحاب الأزهر الشريف المبارك الأنور حاملي راية البلاغ عن الله ورسوله والخدمة للدين في المشرق والمغرب، نتابع هذه الدروس المباركة وقراءتنا في ملخص إحياء علوم الدين، فلنتابع. قبول الأخلاق للتغيير. لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإن الغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار، ولو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية لم نقدر عليه، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه. كما أن النواة ليست بتفاح ولا نخل، ولا تصير النواة تفاحا أصلا ولا بالتربية، فبعض الأمور ممكنة وبعضها غير ممكنة، ومن الممكن تقويم الخلق وتعديله بالأسباب. والجبلات تختلف في قبول التأثير والتغيير لاختلاف قوة الغريزة في أصل الجبلة، ولتأكد الخلق بكثرة العمل بمقتضاه. فالإنسان الذي لا يميز بين الحق والباطل والجميل والقبيح سريع القبول للعلاج، فلا يحتاج إلا إلى معلم مرشد. ومن قد عرف ولكن لم يتعود العمل الصالح بل ينقاد لشهوته أمره أصعب من الأول، إذ لا بد من قلع ما رسخ في نفسه أولا، ومن أن يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح ثانيا. ومن اعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وتربى عليها فيكاد تمتنع معالجته، وإنما يرجى صلاحه على الندور. الله يبين لنا أن الله تعالى جعل فينا قابلية لأن تتغير الأخلاق فينا، وأن نتحول من سيئها إلى حسنها، ومن الضعف في السيء إلى تقويته وإلى تأكيده، الضعف في الحسن إلى تقويته وإلى تأكيده. كما أنه أيضا إذا تيسرت الأسباب الأخرى لتردي الإنسان جاءت فيه أيضا انحطاط الإنسان وتحول الخلق من حسن إلى سيء ومن سيء إلى أسوأ، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا على مكارم الأخلاق. يقول: لو كانت الأخلاق ما تقبل التغيير، كما يزين الشيطان لبعض الناس، يقول أصلا أنت طبيعتك كذا، فما عاد تحاول. كيف ما عاد تحاول؟ يعني أقر نفسك على الخلق السيء، هذه مخادعة من عدوك. قال: أنا أصلا طبعي أنا أغضب بسرعة، أنا أصلا طبعي. طيب أصلا طبعك ما هذا الخلق الذي عندك ما يقبل التصليح، ما يقبل التغيير. لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير فلما أنزلت الكتب من السماء، ولما أرسل المرسلون للناس، ولما الوصية، لما التأديب، لما خطب الجمعة؟ خلاص كل واحد على أخلاقه ونمشي، ما عاد يحتاج أحد يكلم أحد. يقول: شوية، نحتاج إلى أن يخاطب بعضنا بعض ويكلم بعضنا بعض. بل قال الله في الواجب على المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. فالغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار. لو أردنا أن نجمع الغضب أصلا حتى لا نغضب أبدا، نقول نخرج عن البشرية، هذا ما يمكن. لو أردنا أن نجمع الشهوة أصلا، نقول هذا خارج عن تكوين البشرية. لكن لو أردنا أن نجعلهما سلسين سهلي الإنقياد لأمر الشرع ولأمر العقل وأن نتحكم فيهما، قدرنا على ذلك. كما أن الله تعالى جعل لنا قدرة
نصير نواه نخلة، نواه نواة التمر نصيرها نخلة ممكن، لكن واحد قال لي نريد من هذه النواة تفاحة، أقول لا لا هذا ما يكون. فإذا واحد أراد من تهذيب الأخلاق ينزع الغضب من أصله، أقول هذا ما يمكن. أراد ينزع الشهوة من أصلها حتى لا يبقى شيء، أقول هذا ما يمكن. أراد أن يهذب الغضب، أقول هذا ممكن. كما يمكن أن تحول النواة إلى نخلة ممكن، تحولها إلى تفاح، أقول التفاح بذر ثاني له، روح هات بذر التفاح يطلع تفاح. أما تجيب لي بذر نخلة وتقول أريد نخلة تمر وتريد وتقول أريد تفاح، نقول هذا ما يمكن. يعني لله سنة في الكون، إذا أردت أن تستنتج شيء وتستنبط شيء تستثمر شيء فاتبع سنة الله. كذلك في أخلاقك هناك إمكانية لأن تقود الغضب وتتحكم فيه، الحلم بالتحلم وبتذكر وتبصر ونظر وتعود يحصل المقصود. فإذا قلت أريد أقطع بالكلية، نقول هذا الذي لا يمكن. وإذا ولو أمكن لكان مشكلة علينا، بعد ذلك ما عاد تكون عندك غيرة، ما عاد يكون عندك شجاعة، ما عاد يكون عندك واجب للدين تقوم به وتغار على حرمات الله تعالى، لأنك فقدت الغضب من أصله وهو مطلوب في مواضع وفي مواطن. إذن فلا بد من الاعتدال. قال فبالتربية تتحول البذرة إلى نوعية الشجرة التي هذه البذرة بذرة لها بحكم سنة الله تعالى، ولكن ما يمكن تصير النواة تفاحا ولا بالتربية ولا بالسقي ولا بتعهدها في الأرض. وهكذا من الممكن تقويم الخلق وتعديله بالأسباب. جبلات الناس تختلف في قبولها للتأثير والتغيير باختلاف قوة الغريزة وباختلاف تمكن الخلق في الإنسان. بعضهم الخلق متمكن فيه بقوة فيحتاج تغييره إلى جهد أكثر، وبعضهم غير متمكن فيه، كذلك يختلفون. فإنسان ما يميز بين حق وباطل، جميل وقبيح، سريع القبول للعلاج، ما يحتاج إلا معلم مرشد. لكن من قد عرف ولكنه ألف أن لا يعمل الصالحات، ألف أن لا يتخلق بالأخلاق الفاضلة، هذا منقاد لشهوته، أمره أصعب من الأول، أمره أصعب ولكن ممكن تعديله. لابد أول من قلع ما رسخ في نفسه أولا، ومن غرس الصفة الثانية الطيبة ليعتاد عليها. عاد وراه واحد ثاني أصعب منه، قال اعتقد في الأخلاق القبيحة أنها واجبة مستحسنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما يتبجح بعضهم يقول أنا ما أصبر على الضيم أبدا، ما أخلي أحد يرفع رأسه فوقي ولا يتكلم. إيش معنى؟ معنى ما عندي مسامحة ولا عندي تواضع ولا عندي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويفتخر عاده بهذا، تفتخر، هذه المشكلة الكبيرة ذي. يعتقد في الخلق السيء القبيح أنه حسن وأنه جميل وأنه واجب من الواجبات، فهذا أصعب من الأول. يكاد تمتنع معالجته ويرجى صلاحه على الندور. قال لكن عاد خذ لك واحد رابع أصعب من هذا. من عاد أصعب من هذا؟ قال مع أنه نشاء على الرأي الفاسد وتربى عليه، يرى الفضيلة في كثرة الشر ويباهي به ويظن أنه بذلك يرفع قدره. قال فالأول جاهل فقط، ما عرف الحق من الباطل. الثاني جاهل وضال، عرف ولكنه تعود العمل بالسوء. والثالث جاهل وضال وفاسق، كيف يرى الأخلاق القبيحة يرى أنها فاضلة وحسنة. فالرابع ما اكتفى بهذا ولكن يعمل أيضا على نشرها وعلى تعليم أولاده إياها وهي فاسدة أخلاق، وهذا جاهل وضال وفاسق وشرير. هذا علم. فإذا الناس يختلفون في قبولهم لتغيير الأخلاق، ومع هذا كله
فلربك تصرف في الخلق ما ينضبط عند حد. يجيك واحد أحيان من أصعبهم ومن أتعبهم شوية إلا يرجع طيب سبحان الله. إيش اللي قلبه أحيان من دون جهد طويل في جلسة واحدة يتغير رجل سبحان الله. وهذا حصل لجماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكون شرير وصافسق لحظة ويجلس يتحول واحد ثاني يخرج تقي عابد صالح منيب سبحان الله. ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. ولهذا تعجب اسماء بعضهم في إسلام سيدنا عمر كان يقول إنه لو لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار. قام يسلم الحمار بن الخطاب يسلم عمر. وإذا بها في لحظة كان خرج يريد أن يقتل النبي فتحول القلب وراح وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشد على الكفار رحماء بينهم. وما يكون أشد على الكفار إلا لغضب موجود. لولا الغضب لبطل الجهاد. والكاظمين الغيظ لم يقولوا الفاقدين الغيظ. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى يقول بعضهم لقد جمع الله في آية من الطب ما دونه كل الطب. يقول الحكيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب. قال لكن يحتاج الشيخ والمربي والمرشد والأب عند أولاده أن يقبح صفة الغضب. أصلاً ما يقول له أنه مطلوب وسط أنه مطلوب اعتدال. الغضب أحياناً مطلوب. لماذا؟ لأنه إذا قلت له هكذا ما يقف عند الاعتدال والحد. يغضب في غير محل الغضب ويتحجج لنفسه يقول لابد لنا من الغضب لابد لنا من الغضب لكن في 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 وقته وفي هيئته وفي محله. قال فإذا قبح عنده الغضب أصلاً كما قال النبي للصحابي لا تغضب. ثاني مرة أوصي قال لا تغضب لا تغضب. يروح الصحابي بيعدل الغضب بينزع الغضب ما يقدر إلا يعتدل. هذا المقصود. قال هذا الولد والتلميذ لما تقبع عنده رأس الغضب أصلا الغضب رأسا يروح يجتهد من شان يبعد الغضب ما يقدر يبعد فيعتدل. هذا المقصود هذا المطلوب. أما إذا قلت له لا الغضب مطلوب في بعض الأحيان ما يعتدل يبقى ينمي هذا يتخذ هذا حجة ويميل ويشطح إلى الأمر. وهكذا كما إذا قلت له أن الإمساك في بعض الأحيان طيب إذا علمته ذلك يمسك دائما ويقول الإمساك أحيان طيب ويميل إلى البخل وتزيد عليه صفة البخل. لكن قبح البخل عنده أصلا ويقول البخل ما هذا خبيث وقبيح ويوصل يروح ويعتدل بعدين ولا يتذرع لنفسه بحجة. وهكذا قال لئلا يتخذ العذر في استبقاء البخل والغضب فإذا اجتهد لم يتيسر له إلا كسر الثورة فيعود إلى الاعتدال وهذا هو المطلوب. اقرأ. السبب الذي به ينال حسن الخلق قد عرفت أنه يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة واعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها مطيعة للشرع والعقل. وهذا يحصل على وجهين أحدهما بجود إلهي وكمال فطري. الوجه الثاني اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة بحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فيتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل المال فلا يزال يواظب عليه تكلفا ويطالب به نفسه حتى يصير طبعا له ويتيسر عليه. وكذلك من أراد تحصيل خلق التواضع يواظب على أفعال المتواضعين بمجاهدة وتكلف إلى أن يصير طبعا له. وجميع الأخلاق المحمودة تحصل بهذا الطريق. قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير.
يقول كيف ننال حسن الخلق وما السبب الذي نحصله به؟ قال إما بكمال وجود إلهي وفطري كما هو للأنبياء ولبعض الأصفياء وبعض الناس يفطرهم الله على الأخلاق الفاضلة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله لوفد عبد القيس لما وفدوا وجاءه الأشج بعد ذلك وأجلسه بجانبه وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله خلقان تخلقت بهما أم فطرني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على وصفين يحبهما الله ورسوله، هذا فضل من الله. الثاني اكتساب الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وحمل النفس، فإذا كنا حتى الحيوان نربيه ونعلمه ونأدبه فينفع فيه التأديب والتعليم، وانت بني آدم ما ينفع فيك التعليم، انت اولى بان تتعلم واولى بان تتأثر. واكثر التأثيرات خاصة في جانب الأخلاق تأتي من الجليس، من الجليس ممن تجالسه ممن تسمع كلامه ممن تشاهده. ولهذا قال لنا نبينا المرء من جليسه والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذ الطباع تسرق الطباعة وكل من جالس خبيثا ضاع. وهكذا شأن المجالسة يعظم، ويتيسر به طريق الاكتساب للأخلاق بواسطة المجاهدة والرياضة. يتكلف تعاطي فعل الجود بعد البخل وهو بخيل، فيكلف نفسه البذل شيء فشيء ويواظب عليه حتى يصير طبعا وعادة له. يتكلف أفعال المتواضعين ويستحضر بقلبه فضل التواضع وقدره عند الله حتى يلج إلى قلبه نور التواضع ويصير خلق من أخلاقه. وهذا طريقة لاكتساب جميع الأخلاق الفاضلة الحسنة. قال تعالى في الصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين، فتكون الصلاة بالنسبة لهم حلوة طيبة سهلة يسيرة يحبونها ويتصلون بإرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اعبد الله في الرضا، أي وأنت مستبشر فرحان راض راغب، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تقرأ في مجاهدة النفس خير كثير، فتتعود حتى تصير عادة. وهكذا من عجيب صفات النفس ما عودتها ألفته، ما عودتها ألفته. فالله يرزقنا تعود الخير، اجعلنا وإياكم من أهل الخير. يا ربي اجعل قراءتنا في الأخلاق وهبا منك لنا أن نتخلق بكريمها وأن نتطهر عن ذميمها، وحقق لنا ذلك ما دمنا في هذه الحياة، واجعلنا يا مولانا من أقرب الخلق من نبيك يوم القيامة. في يوم قال فيه إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.